من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الرابع عشر على خليجية. السلام عليكم، طابت اوقاتكم بكل خير، وحييكم متابعي برنامج كورة، موعدكم الثابت في رمضان الثانية صباحا. في هذه الحلقة سنستعرض ختام الجولة 24، ثلاث مباريات اقيمت اليوم، انتصر الهلال والاتحاد وتعادل الرائد والتعاون. ستكون معكم التفاصيل بالتأكيد طيلة وقت هذه الحلقة، والأبرز في هذه العناوين. بحضور الأمير الوليد بن طلال، الهلال يحبط مغامرة ضمك وينتصر بثنائية سالم وميشائيل، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الأقوى ب68 نقطة. مدرب الأزرق جيسوس: نريد الاستمرار في تحقيق الفوز لتعزيز سلسلة انتصارات الهلال التاريخية. في مواجهة شهدت 6 أهداف، الاتحاد يؤكد عقدة ملعب الفتح بتغلبه على النموذج برباعية. في ختام مباريات الجولة 24، السلبية تحسم لقاء ديربي القصيم بين الرائد والتعاون. هذه عناويننا. في البداية رحب بنجوم كرة في هذا المساء هنا في الرياض عيد الثقيل. أبو فيصل، مسيك بالخير. يا هلا، مساء النور لك ولكل المشاهدين ولأبو علي. كذلك من الكويت كابتن وليد علي. أبو علي، مسيك بالخير. مساك الله بالنور أبو علي وعلى أبو فيصل الأستاذ عيد الثقيل وعلى مشاهدين برنامج كرة. ما ودك أبو علي تفطر معنا يوم يومين؟ أنا ودي أجلس بالرياض. الله يحييك يا أبو علي. هيك الله أبو فيصل، والتحية موصولة مرة أخرى لمشاهدينا الكرام. خلونا نروح لما انتهى قبل قليل في ملعب كينغدم أرينا، 29 انتصار للهلال، تصل في سلسلة البحث عن الأرقام القياسية على مستوى الانتصارات عالميا. لم تتوقف هذه السلسلة رغم صعوبة المباراة من أمام ضمك، انتصر الهلال بهدفين مقابل هدف. التفاصيل في التقرير. تعود الكرة بجانب سعود، بعد ذلك إلى نيفيز، ياسر الشهراني، شهراني بعد ذلك إلى الوراء، كرة تصل لمصعتي علي البليهي في وسط الميدان إلى روبن مرة أخرى من مترو. نيفيز جهة اليمنى يتقدم، مالكوم يحاول، مالكوم يبحث عن كرة عرضية، مالكوم عرضية خطيرة لسالتي بالرأس، وكرة لسالم تسديدة. يلعب الركنية، التبريرة بعد ذلك لنيكولاي، الكرة نحو انكودو في مكان خطير، تبويب عند انكودو من الأول لسانشيو، خطيرة في لمسة أخرى خطيرة لأنتوليج، فعلى أمامك، نعم فعلى أمامك يا أنتوليج. الله 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 الله، لم يخسروا، لم يستسلموا، لم يرموا المنديل، فارس بهذا الأداء لنافسوا حتى على لقب دوري روشن. الكرة تصل مرة أخرى إلى ميشائيل، لمسة لمصعد سلمان الفرج، سلمان إلى ناصر، فرصة هلالية من الجهة اليسرى، ضغط هلالي آخر، عرضية بالرأس وكرة، دورك يا ميشائيل. إذن مبروك للهلال، هارد لك لضمك. 29 انتصارا للهلال متتالية، 37 مباراة لهذا المدير الفني دون ما خسارة ما بين التعادل والانتصار. فارق النقاط ما بين المتصدر والوصيف في دوري روشن للمحترفين 12 نقطة. هذه المباراة شهدت حضور جماهيري، مؤازرة كبيرة
من محبي نادي الهلال، وإذا ذكر المحبون لابد أن نهنئ صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز على هذا الانتصار وهذا الهلال المتوهج، وبالتأكيد أثناء حضوره كانت هذه الفرحة لسموه. جمهورنا الكريم، نبارك لنادي الهلال فوزه على نادي ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 24 من دوري راشد السعودي للمحترفين. جمهور الهلال، لكم أن تفخروا بهلالكم بهذه النتيجة. يواصل الهلال كتابة التاريخ ويحقق الانتصار 29 على التوالي ويعزز الرقم القياسي العالمي كأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم. نأمل أنكم قد استمتعتم بالمباراة ونتمنى لكم مساء سعيدا. مبروك لسمو الأمير، أهنئ الحقيقة الهلاليين على هذا الشغف لدى سمو الأمير أن يتابع وكأنه الانتصار الأول للفريق، دعم، تحفيز، تواجد قدام الإدارة ومباراة الحقيقة في وسط هذا الملعب. الهلال أصبح أصعب من القيمة الفنية، أصعب أيضا أن تفوز عليه في ملعب كينغدم أرينا. والله شوفوا يعني الهلاليين محظوظين حقيقة بالأمير الوليد بن طلال، يعني محظوظين أيضا أنه يعني في قلب الوليد لا يشارك الهلال أحد، هو قالها قبل كذا يمكن يعني حتى لما التقينا معه قال أنا ما أشجع أي فريق في العالم، ما يشجع يعني لا مدريد لا مدري إيش الفرق العالمية ذي كلها ما يشجعها، يشجع فقط فريق. الظاهر بيسوي ريال مدريد وبيسوي برشلونة وما. والله شوف يعني هو قاعد الآن يسوي شيء عظيم جدا، يعني اليوم فرحته يعني أعتقد إنه يستحق الفرحة، والهلاليين يستحقون الفرحة، قاعدين ينافسون أنفسهم ويحطمون أرقامهم ويتحدث العالم عنهم وعن هالفريق. يعني شوف الحين احنا نعرف انه الاضواء اللي على الدوري السعودي هالسنه ذي اضواء خياليه، ويمكن من العام الماضي منذ قدوم يمكن كريستيانو رونالدو بعدها تبعه يعني كل النجوم اللي لهم ملايين المتابعين، نتكلم بعدين عن 180 دوله اصبح يوصل لها الدوري السعودي، نتكلم عن اكثر من تقريبا 40 قناة تلفزيونية عالمية، نتكلم قنوات في الصين في البرازيل في في كل مكان، يعني في أوروبا في كل مكان، تمام، كلها من اللي قاعد يقطف الثمار حقيقة اللي قاعد يعني المستفيد الأول من هالضوء ومن هالأضواء العدسة الواسعة الكرة السعودية لكن اللي قاعد يستفيد من الضوء بشكل كبير جدا الهلال، لأنه هو اللي قاعد يقدم نفسه وقاعد يحطم الأرقام القياسية حتى على مستوى العالم. يعني احنا نشوف شبكات عالمية مثل سي ان ان تتحدث عن كسر الهلال للرقم العالمي، تتحدث عن موسوعة جينيس والاحتفاء بالهلال، تتحدث عن رئيس الاتحاد الآسيوي واحتفائه بالهلال، تتحدث انه الهلال قاعد ينافس نفسه ويحطم الأرقام القياسية العالمية، تتكلم عن الهلال انه قاعد الآن 12 نقطة عن أقرب منافسيه
ولا زال يعني هنالك المزيد. 29 انتصار متتالي، فريق يهزم كل فرق الدوري 18 يعني لم يسلم أي فريق. اليوم كان ضمك هو آخر من هزم، كان صمد في الدور الأول لم يصمد في الدور الثاني. تتكلم عن العديد من المنجزات، تتكلم عن الممثل الوحيد الآن المتبقي للكرة السعودية في كأس آسيا، تتكلم عن أحد الأندية الكبار في العالم اللي واصله مونديال 2025 المونديال التاريخي اللي راح يكون بشكل جديد ويضم نخبة أبطال العالم. تتكلم عن الفريق قدمه في السوبر، تتكلم عن الفريق قدمه في كأس الملك على بعد خطوات من تحقيق منجزات تاريخية ويحطم الأرقام. تتكلم عن فرقة يعني تم جمعها وتوليفة تم جمعها يعني مرعبة جدا. تتكلم عن عمل إداري ضخم جدا في نادي الهلال، تتكلم عن إيرادات مهولة يعني لا ينافسه فيها أي فريق آخر في المملكة، وهذا مو من السنة دي، يمكن من 3 سنوات أو 4 سنوات والهلال يعني بفارق كبير جدا من ناحية الإيرادات. تتكلم عن فريق يحقق فوائض بديون صفر، تتكلم عن أشياء كثيرة جدا. يعني حتى أنا لما يعني خصخصة الأندية الأربعة الجماهيرية لما تملكها صندوق الاستثمارات العامة، أنا أعتقد أنه جاء للهلال يعني نادي مخصص قبل أن يبدأ التخصيص. النادي يعني حقيقة يعني إحنا نعرف أن الهلال، وإحنا دائما نقولها على مر تاريخ الهلال، الهلال مؤسسة والهلال عمل تراكمي ورجالاته ورجالاته، لكن الهلال في الأربع سنوات الأخيرة مع الأمير الوليد بن طلال مع إدارة فهد بن نافل أصبح مؤسسة احترافية على المستوى المالي الفني الإداري على كل شيء حقيقة. جميل أبو علي، المباراة لم تكن سهلة من أمام الهلال، ضمك كان ند قوي في هذه المباراة، هل هو استمرار خلني أقول لي احتياطات الأندية من أمام الهلال في الآونة الأخيرة، أم أصبح يجب على خيسوس أيضا أن يجد أفكار جديدة للأدوات اللي عنده؟ مبروك لكل عشاق الهلال واللاعبين نادي الهلال، وهارلك لنادي ضمك ومحبين نادي ضمك. قبل أتكلم في الأمور الفنية بشكل سريع، طبعا دائما احنا في الحلقات وكل البرامج وأي شخص يتابع الدوري السعودي حتى لو ما كان يشجع نادي الهلال يتكلم عن الإدارة الناجحة. صراحة كل إنجازات أي فريق على مستوى العالم أبحث من خلف هذه النجاحات. طب بالفعل أكيد مجلس الإدارة والداعم الكبير طبعا الأمير وليد بن طلال، العشق الكبير والمحفز لأجيال سابقة وهذا الجيل بوجود الأمير وليد بن طلال وحتى رئيس النادي فهد بن نافل، عملهم أكثر من تصريحاتهم، هذا قاعد نشاهده على أرضية الملعب حتى في استقطاب اللاعبين واختيار اللاعبين المحليين كذلك. ولو تلاحظ في الأمور الفنية التبديل لما صار في الدقيقة 80 أول تبديل بخروج لاعبين محترفين مثل مالكوم نيفيز، لاعبين مهمين أنت تحتاجهم في وأنت متعادل، تعادل معاك ضمك في الدقيقة 86، أنت أخرجت في الدقيقة 90 أعتقد نيفيز، وفي الدقيقة 80 قبل الهدف قبل يسجل تعادل نادي ضمك مالكوم وميتروفيتش، وادخلوا اللاعبين المحليين وسجلوا لك الهدف الثاني، ناصر الدوسري نزل بديل هو اللي عمل الكروس. بالنسبه للمباراه لعب في اسلوب مغاير اليوم نادي الهلال، ما كان مستحوذ بشكل كبير ولكن كان يلعب على الاطراف جهه اليمين جهه اليسار، والاهداف اللي اتت هدف الاول كروس من جهه اليمين تحضير ممتاز من سابتش وتزيده من سالم الدوسري وهدف الاول. سجل هدف نادي ضمك في الدقيقه 86، العوده بعد تقريبا اعتقد 7 دقائق في الدقيقه 93 هم كروس ايرلي كروس يعني من ناصر الدوسري في الزاويه البعيده، اللي يشوف الهدف من اول مره يقول لك هذا متروفيتش ومو مشايل. ارتقاء وتركيز والكره ضربت في الارض في الزاويه البعيده على الحارس اللي كان صراحة مصطفى من نجوم المباراة. ليش نقول نجوم المباراة؟ لأن كانت فرص جدا كثيرة. الشوط الأول كان ضمك يعني بتحدي كبير مع الهلال وإصرار ومنظومة دفاعية جدا ممتازة.
يحاول أن يلعب على الكرات المرتدة، ولكن بالشوط الثاني اللي يقدر على الهلال يجب أن يكون في حالة بدنية جدا ممتازة من أول دقيقة إلى آخر نهاية صفارة الحكم، ولكن الحالة البدنية بالنسبة لنادي الهلال تفوقت على كل الفرق اللي قابلها. مبروك للهلال، هارد لك لضمك. فاصل قصير ثم نكمل، تكرموا بالبقاء. حياكم متابعين، الحديث يستمر رفقة نجوم كرة في هذا المساء، عيد الثقيل ووليد علي من الكويت، ونروح لثاني المباريات حيث انتصر الاتحاد على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين. يستمر الفتح دون ما انتصار على أرضه وملعبه الجديد، وعودة للفريق الاتحادي بعد التعثر في البطولة الآسيوية. نتابع أهداف المباراة. ملعب ملموم، ملعب تقدر تعيش فيه الأجواء الرائعة. والله الله، ها قد بدأت الأجواء الرائعة لإدراك التعادل والفرح. الله 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 الله، روما، حمد الله، كانتي، هذا هدف انسج. الله الأحلى في روشن، الأجمل في روشن. خذوهات حلوة تتعلق، مين يقابل، تركت من جوتا إلى الغامدي. الله 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 الله، الأهداف النموذجية الآن الآن كانت كذلك، كانت كذلك الأهداف النموذجية. ليست الفتح يتراجع لإغلاق المنافذ، يعقوب يغادر، جول. الله الصوت. مبروك للاتحاد، هارد لك للفتح. سريعا أبو علي، بسألك عن، ما بسألك عن النتيجة، بسألك عن جوتا. أنا شفت لاعب اليوم في الملعب اسمه جوتا، لاعب أداء الفني عظيم، قول أبو علي. أول شيء مبروك للاتحاد وهارد لك نادي الفتح، ثلاث نقاط جدا مهمة للاتحاد خارج أرضه، خاصة بعد لو نلاحظ إحنا من يعني في شهر ثلاثة ثلاث مباريات لعب مع الهلال، ولكن في أربع مباريات خسر. حاكني عن جوتا أبو علي، شوف شوف هذه اللقطة، واحدة من إبداع. لا شوف، أولا وين يلعب أبو علي؟ يلعب طرف. إيه نعم، يملك السرعة، يملك المهارة، وهذا اللاعب الطرف من المواصفات المهمة بالنسبة للاعب طرف، أن يكون عنده سرعة وعنده تحكم في الكرة، يكون مهاري ويستغل المساحات. جوتا شو يعني ما شاء الله، يعني هذه لقطة من جمالية كرة القدم. جوتا يمكن أعتقد من وجهة نظري انظلم أنه ما كان يعني ما تم تسجيله في دوري أبطال آسيا، وما لعب بشكل كبير مع نادي الاتحاد، ولكن اليوم كان اعتماد الاتحاد على الأطراف، وشاهدنا أن اليوم الاتحاد بشكل مغاير للأفضل، لأنه كان اعتماد على أحمد الغامدي وعلى جوتا، واثنين مسجلوا هدفين. مبروك للاتحاد، هارد لك للفتح. آخر المباريات انتهت بالتعادل السلبي في ديربي القصيم ما بين الرائد والتعاون، انتهت المباراة سلبية، ونحن أيضا نصل إلى نهاية حلقتنا. شكرا أبو فيصل، شكرا لوليد علي، الشكر موصول لكم متابعينا. يوم غد نلتقيكم إن شاء الله في ذات التوقيت الثانية صباحا توقيتنا الجديد في رمضان. تصبحون على خير، صحونا هنيئا.